أعزائي المشاهدين، عودة مرة أخرى على الهواء مباشرة. يمكن الفقرة النهاردة هتكون معانا فقرة ثقافية، لأن احنا معانا ضيف عزيز علينا جدا، وطبعا يمكن هو عايش بره مصر بقاله أكثر من 14 عاما، لكن كتاباته بتمس الصعيد المصري، مهتم بالتراث والموروث في كتاباته، له العديد من المؤلفات، حصل على عدة جوائز، لكن آخر جائزة حصل عليها وهي جائزة إحسان عبد القدوس في القصة اللي تم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر، يعني منذ أيام، وتم تكريمه. هم حضر خصيصا حاليا من الخارج لاستلام الجائزة. أنا طبعا برحب بيه النهاردة، ضيفي العزيز الدكتور أيمن الداكر، كاتب وروائي مصري. برحب بيك يا دكتور أيمن، وفي البداية ألف مبروك على الجائزة. الله يبارك في حضرتك. أهلا. ويعني أنا الحديث عن الجائزة هخليه مؤخرا شوية عشان نتحدث عنه بالتفصيل، وكيف استعد الدكتور أيمن الداكر لهذه الجائزة، وهل كان متوقع أو يتوقع أن يحصل على هذه الجائزة العظيمة، وجائزة إحسان عبد القدوس في القصة. دكتور أيمن، في البداية طبعا حضرتك متابع بصفتك ككاتب وروائي، عايش برا مصر لكن بتتابع ما يدور في مصر والدور اللي بتلعبه مصر كقلب الأمة العربية، وخاصة فيما يتعلق ب قضية قطاع غزة. كيف ترى الدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة خلال هذه الفترة؟ والله هو يعني الدور المصري في الوضع ده دور عظيم جدا. يعني الصورة مش مكتملة عند الناس. الناس بتهيالة ان القصة عبارة عن بس ان انت بتوصل المعونات لهناك، لكن هي القصة وراها جيش كبير من المتطوعين اللي هم بيجمعوا التبرعات ديت، سائقين يعني عظماء لا يقلوا عن الجند المقاتل اللي هو بيدخل في وسط أجواء مهدد بالضرب في أي لحظة من عدو غاشم لا عنده رحمة ولا عنده دين ولا عنده أي إنسانية ولا أي شيء، يعني أنه بيكافح وجاهد بنفسه أنه يدخل يوصل المساعدات ديت. الشيء الثاني، يعني أنا لاحظت الموضوع ده، كنت بتسأل كثير في عمان الاخوه العمانيين او غيرهم يقولوا يعني انتوا ليه قافلين المعبر؟ فانا بقول لهم لا، احنا مش قافلين المعبر، المعبر ده عباره عن بوابه ليها طرفين. انا من الطرف بتاعي انا بحاول ادخل المعونات، بمجرد ما بخطي البوابه وادخل على الطرف الثاني، في طرف ثاني هو المتحكم في المشهد، مش انا المتحكم فيه. والدليل على ذلك احنا في بدايه الازمه مباشره اتعمل مؤتمر كبير، وجبنا جوتيريش وجبنا الناس المعنيه في الدول العالم كله، تعالوا شوفوا احنا عايزين ندخل مساعدات وفي صعوبات في الدخول ده. لو لاحظنا حضرتك المساعدات اللي دخلت اصلا لقطاع غزه، هنلاقي اكثر من 70% دي طالعه من مصر، وال30% الباقية تقريبا من بقية دول العالم. ده مش تفضل ولا شيء، ده واجبنا وده دورنا، لأن أهل فلسطين وأهل غزة دول أهلنا وناسنا، إحنا الدم واحد والروح واحدة، ويعني إحنا أكتر شعب مرتبطين بيه أكتر اللي هو الشعب الفلسطيني، وفي عائلات كثيرة جدا مصرية أصولها فلسطينية وجذورها فلسطينية والعكس صحيح. فيعني كان الله في عونهم، ولازم يعني يكون في برضو جهود أكبر من كده نحاول نساعدهم أكتر. لازم اختيار نوعية المساعدات اللي بتروح، يعني خاصة المساعدات الطبية، لأن أحيانا ممكن يكون المشكلة أنه في أدوية أو أدوات أو أشياء بسيطة جدا هي اللي فيها نقص، هي اللي بتعمل ضرر أشد على المرضى يعني. نعم. طيب دكتور أيمن، أعود بقى للحديث عن الثقافة، وعن أريد أن أبدأ الحديث وأنت خارج مصر. هل بتتابع الحركة الثقافية والحركة الأدبية في جنوب مصر؟ فكيف يرى الدكتور أيمن الداكر الواقع الثقافي في الجنوب بشكل خاص وفي مصر بشكل عام؟ هو احنا نحن أبناء الجنوب. نعم. يعني وأنا أفتخر وأعتز، يعني أنا حتى اسمي في سلطنة عمان دكتور أيمن الصعيدي. يعني أنا بعتز جدا بصعيديتي وبانتمائي للجنوب، والجنوب فيه كنوز من الثقافة والفكر، وفي حاليا في حركة جيدة جدا بيصنعها الأدباء والمثقفين نفسهم برغم الصعوبات. يعني الصعوبات هي ناتجة عن البعد عن المركزية. احنا دايما التواجد في القاهرة بتكون كل الأمور الثقافية قريبة منك، متاح. يعني متاحة، المؤتمرات، اللقاءات، الندوات الثقافية، التلفزيون، كل شيء قريب منك. يعني مثلا هنا بتاع سوهاج، أتكلم عن نفسي، يعني أنا جاي من سوهاج، أنا طالع الساعة 4 الفجر،
من سوهاج عشان خاطر اجي اعمل اللقاء ده، لان انا جاي بمحبه وجاي مبسوط وفرحان ان انا القناه تمنى القناه بتاعتنا اللي احنا بنحس ان هي بتتكلم بينا وبصوتنا. لكن في غيري ما يقدرش يجي، يعني في غيري انا متاكد ان حضراتكم بتطلبوا مثقفين وادباء، لكن ممكن احيانا الظروف الصحيه الظروف الماديه الوقت يعني بيكون صعب عليه. فلذلك الاديب الصعيدي اللي بيقدر يتميز واللي بيقدر يعمل انتاج بيكون انتاج حقيقي، ما بيكونش عباره عن يعني بسبب تواجده في الاماكن ديت. يعني نوادي الادب في الصعيد حاليا يعني ليها نشاط اقوى من الاول، وحاليا انتشرت نوادي القصه وانتشرت المنتديات الشعريه، وفي الاقصر بالذات كمان يعني في حركه شعريه جميله جدا. اخيرا برضو في بعض الادباء الصعايدة ابتدوا يحصلوا على جوائز الدوله التقديريه والتشجيعيه خلال السنتين اللي فاتوا، فده بيدي دفعه للامام للاديب الصعيدي والكاتب الصعيدي انه في ضوء في نهايه النفق، يعني حاول وكافح وهتوصل والوصول هيكون جميل جدا يعني. طيب حضرتك بجانب كتاباتك الادبيه ايضا حاولت ان تتحدث عن التاريخ المصري القديم، وده طبعا في كتاب دفتر هوامش على دفتر المحروس. ماذا اراد ان يقول الدكتور ايمن الداكر في دفتر هوامش؟ هو والله الفكره كانت بدايتها، ولماذا يعني اختار دفتر وهوامش تحديدا؟ البدايه احنا كنا في جريده، انا يعني مش هذكر الاسم لانه حتى لا يذكر كدعايه، اقترحنا ان نعمل مقالات عن تاريخ مصر القديم. نعم. واقترحنا ان تكون المقالات دي هي عباره عن هوامش، لان احنا مش بنتكلم عن التاريخ. التاريخ المصري عظيم جدا، احنا يعني زي ما انت حضرتك بتتصفح كتاب عظيم جدا وبتكون فيه لقطات حلوه انت عايز تسجلها، عايز تاخد ملاحظه عشان تنتبه ليها. فهي دي الهوامش بالظبط. احنا كنا بناخد ايه يعني مقاله كده في حدود 300 كلمه او 400 كلمه، وبرضه حاليا ابتدينا نعيدها تاني. كنت مجموعه من الادباء؟ لا يعني انا ومع المحررين بتوع الصحيفه، يعني هم ناس محترمين جدا ومحبين جدا للبلد فرحبوا بالفكر. يعني بعد ما وصلنا يعني الكميه تعمل كتاب فاقترحنا نجمعهم في كتاب، وبعد كده الجريده عملت موقع الكتروني فاقترحنا ان احنا نعيدهم على الموقع، بس هنتوسع بقى. يعني لما بنتكلم عن موضوع بناخد الموضوع. تناولته ايه بقى في التاريخ؟ يعني مش مثلا بنتكلم بديتيلز او تفصيليا عن لا لا التاريخ. يعني مثلا احنا يعني لقطه من لقطات يعني زي ميريت بتاح. ميريت بتاح دي اول امراه على مستوى العالم تشتغل بالطب وتشتغل بالصيدله، وتعتبر اول طبيبه في العالم. كانت في الاسره بتقولوا عليها العروسه في سوريا. لا لا العروسه غيرها. دي ميريت بتاح الطبيبه، غير ميريت بتاح دي تبع اسره الرعامسه. فميريت بتاح دي من يعني في الاسره الثالثه من 2700 سنه قبل الميلاد، وتكون هي كبيرة الأطباء، وتيجي مثلا الجمعية الدولية للفلك تطلق اسمها على فوهة من الفوهات بتاعت الكوكب الزهر، فده تقدير ليها. نيجي مثلا بيش ست، واحدة برضو كانت في الأسرة الرابعة 2500 قبل الميلاد، دي برضو أول طبيبة تشتغل إيه كطبيبة نساء وتوليد. الفكرة إحنا عايزين نقول إن في الزمن اللي كان فيه النساء بتوع العالم عبارة عن جواري أو سلعة تباع وتشترى، وكان في بعض الدول الابن بيتورثهم من أبوه. كان عندنا لا، كانت المرأة المصرية كانت عالمة. إذا كانت المرأة المصرية في التوقيت ده دكتور ملكة، فإحنا نقول ممكن كونها ملكة بسبب أنها من نسل الملوك، يعني ظروف جينية أو ظروف توراثية خلتها ملكة. لكن أنها تصبح عالمة وباحثة وطبيبة وصيدلانية، لا ده يبقى علم وبحث واهتمام ملوش علاقة بالتوارث. هو ده التاريخ المصري اللي احنا بنحاول ايه ندي لقطة ليه. لما نيجي حضرتك نتكلم مثلا عن تاريخ الكاريكاتير في العالم، والقط والفار وتوم وجيري وديزني والاشياء ديت، لما تيجي مثلا للبرديات المصرية بنلاقي فيها الاشياء ديت موجودة، بنلاقي فيه القط والفار، وكانوا المصريين بيرمزوا للقط اللي هو المصري، والفار هم الغزاة اللي جوا من بره. يعني مثلا تلاقي في كاريكاتير في برديه كان يسجلوها على البرديات او قطع الاستراكه اللي هي القطع الفخار والشقف ديت، تلاقي مثلا مرسومه فاره واخده كده ايه بعنجهيه وراها قطه ماسكالها ابنها، والقطه الثانيه بتنش عليها، دلاله على ان الامور انقلبت في الفتره ديت اللي هي الفترات اللي حصل فيها الاختلاف، واصبحت السيده المصريه مذلوله للفاره اللي هي لا تستاهل القصه دي. فن الكاريكاتير برضو مثلا حضرتك كان في نموذج لبقره، واحد الاشخاص بيقوم بالحليب والبقره بتبكي في دموع نازله منها، طب ليه؟ لان في ابنها جنبها مربوط فيها وكان في حاله هزيله جدا، يعني ان خيرها لغيرها. ده الفن المصري. احنا عندنا المصري
القدرة على السخرية من الواقع وانتقاد الواقع بتاعه بطريقة جميلة جدا، كلمات بسيطة لكن كلها حكمة وتتشرح في كتب، هو ده تاريخنا الأساس. فإحنا عايزين نقول لأولادنا أن التاريخ 7000 سنة والحضارة اللي إحنا بنتكلم عنها دي ما جاتش هباء، ما كانتش مجرد صدفة. عايزين نقول أنه الوضع اللي إحنا مثلا فيه حاليا هو نتاج إحنا خدناه من أجدادنا وتراكمات نتعلم منها. في الحافز أكتر للكل حكاية دي أنه كان في بعض الدول العربية أو في بعض الناس بتختصر تاريخ الفراعنة في لقطة واحدة بس اللي هي فرعون موسى، على اعتبار أن فرعون موسى هو اللي تحدى ربنا وأنا ربكم الأعلى وبيجيب النقطة دي. الفترة دي فترة قصيرة جدا يعني، ومع ذلك لو دورنا عليها ما في فرعون موسى وفي امرأة فرعون. يعني من يعني إذا قلنا إن هذا تحدى ربنا في الكفة، في امرأة فرعون اللي هي قالت ربي ابني لي بيتك إني لي عندك بيت في الجنة. الشيء تاني في الصحراء نفسهم اللي احنا بنقول عليهم هم الكهنة والمفسدين في الأرض والكلام ده، هم أول ما ألقوا حبالهم ورأيوا إنه العصا بتاعت سيدنا موسى تحولت للثعبان والتهم، فعرفوا إن ده حق. هم بيعملوا يعني فألقوا ساجدين، يعني كلمة ألقوا هم رموا نفسهم سيدين وخلاص. جاء فرعون قال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبناكم في جذوع النخل، قالوا له إيه اعمل اللي أنت عايزه إحنا خلاص أمننا بربنا. ففي قلوب أطهر من ذلك. لما تيجي برضو الرجل اللي هو جالهم وقال لهم يعني سيبوا موسى يقول لكم إيه اتعلموا منه عشان ما يبقاش زي ذكر الغابرين الناس اللي قبل كده، يبقى كان في أنبياء قبل كده وكان في رسل قبل كده. عايزين نقول ان الديانة الإسلامية الديانة المصرية القديمة اذا دورنا في تفاصيلها هنلاقي كثير جدا منها في الديانة المسيحية وفي الديانة الإسلامية. هنلاقي مثلا المصري القدماء كان بيصلوا ويركعوا للأذقان في الصور اللي هي موجودة ان هم سجدين للذقن، وكانوا عندهم مكان اسمه بير ضوي اللي هو بير بيت الوضوء، وكلمة يعني أشياء كثيرة مثلا الصوم كان موجود عندهم وليه طقوس. وبمناسبة بقى الصعيد احنا كان عندنا الحج في أبيدوس في البليانة كانوا يجوا حج، وسبحان الله الطقوس بتاعة الحج يعني تلاحظ ان فيها شبه بالطقوس الحالية، احنا ما قلناش ان هي هي لكن اللبس الأبيض اللي انه يبقى كاشف عن الكتف اليمين الأيسر لأنه كنا ناحية القلب. التطهر، الذبيحة اللي بيذبحها بعد الكلام ده، أنه كان في بعض الفراعنة بيسعى أنه يكون ليه مقبرة أو حتى ليه شاهد أو ليه مكان موجود في أبيدوس في البلينة على أساس أن ده مكان مقدس يعني يتيح له المغفرة. إذا لقينا أن الديانة المصرية هي اللي فيها اليوم الآخر، من 7000 سنة المصريين آمنوا أن لا في حياة تانية بعد ما نموت، في حياة تانية في الحياة الآخرة، وكمان مش حياة وخلاص، لا ده بيجي الميت وبيقف قدام 42 قاضي من القضاء وعلى رأسهم أوزيريس، ويجاب القلب ويتحط في كفة والريشة بتاعت ماعت تتحط في كفة، فأما من ثقلت موازينه فأمه هوية، فأما من ثقلت موازينه حيشة الرضيع خفت موازينه فأمه هوية. فلاقي ريشة ماعت اللي هي ريشة العدالة، إذا كان قلبه صافي فالمصير بتاعه أنه يدخل أورو اللي هي جنة أوزوريس الجنة ويستمتع بالحياة مع الإله أوزوريس. إذا كان فاسد ومن المفسدين في الأرض ففي حيوان مفترس اسمه عمعموت ليه بقى صفات كبيرة، جزء من تمساح وذئب وأشياء كثيرة، ده بيلتهمه علشان خطر يقضي على جسده نهائيا. فالمصري القديم كان يؤمن أن في حياة تانية، أنه في بعث، وعلشان يبقى البعث يؤهل لنفسه لحياة جيدة يبقى لازم يعمل خير في الحياة الدنيا. هو يقف قدام القضاء ويبدأ ينفي، لم أكذب، لم أقتل، لم أنظر إلى زوج جاري، لم ينمو مالي من أموال غيري، اللي هي لم أعطي الهدية لصاحب الكلمة، يعني ما فيش رشوة. هو بينفي عن نفسه وعن الأشياء السيئة علشان خاطر يدخل الجنة. طيب ده دفتر هوامش المحروسة وده مؤلف من إحدى مؤلفات الدكتور أيمن الداك. إيه تاني يمكن أهم مؤلفات الدكتور أيمن؟ هو حضرتك أنا لي 4 مجموعات قصصية. المجموعة الأولانية قلب صعيدي، وواضح جدا من اسمها أنه كلها في الصعيد، يعني مهموم جدا بالصعيد. المجموعة الثانية شجرة الرمان، دي كانت تدور في سلطنة عمان بالكامل. المجموعة الثالثة عمامة خضراء. المجموعة الأخيرة بقى اللي هي غريبة شوية دي أنف كبير وثلاث عجلات. طيب لو خدنا المجموعة الأولى قلب سعيد ماذا حملت هذه المجموعة بين السطور؟ هي كان الهم الأكبر ليها اللي هو توثيق العادات الصعيدية العادات والتقاليد الصعيدية، وهي يمكن بداية كتابتها أنا كنت بكتبها في المرحلة الثانوية العامة.
ثانوية. في الثانوية بس طبعا لما جينا نشرناها في أيام الكلية فكان فيها تنقيح، فكان يغلب عليها الطابع الأكثر اللي هي العادات الأشبه بالطفولية. يعني معظم البطل بتاعها طفل لكن المعنى أكبر. يعني في مثلا في إحدى القصص اللي هي رجل من زهر رجل، المعنى بتاعها إنه هو الولد صغير أبوه بيبعته يجيب باكو شاي من آخر البلد بعد نص الليل، وده الدنيا ظلمة والولد بيخاف، وبن احنا بنعيش مع الولد ازاي، بيروح الرحلة ديت علشان خاطر يجيب في الظلام وفي الخوف، وهو يعني مرة يكره ابوه علشان ارغمه على الاشياء ومنعه من اللعب، ومرة بيحبه علشان خاطر بيجيب له كل الهدايا. نتفاجأ في الاخر انه هو الولد راح وابوه راح وراه، هو ما سابهوش، هو راح وراه بيحرسه من بعيد، واول ما توقف في الطريق علشان خاطر خايف ويرجع، الاب ايه يعني عايز يقول له كمل، لانه هو الاب بسبب الامراض اللي كانت موجوده في الوقت ده اللي هي البلهارسيا والصفرا والاشياء دي، هو متوقع انه يموت قريب، فعايز يربي في الولد الرجوله مبكرا علشان خاطر يقدر يراعي امه ويراعي اخته. فهو بيرميه في الـ في الـ في الـ في المخاطر وما بيسيبهوش، بس ما بيبالوش ان هو موجود معاه علشان خاطر يتفوق ليها. طب جميل. كانت هذه المجموعه بتتكون من كام قصه دكتور؟ يعني تقريبا 17 قصه او 18 كده يعني. طب مش فاكرها لان هي في 2016. 2016. يعني 2016. المفردة اللي بيستخدمها واسلوب دكتور ايمن في الكتابة. لا هو انا بتكلم باللغة العربية. باللغة العربية. ما بحبش العامية في الكتابة. ولا بتستعين ببعض المفردات. هو احيانا لما يكون المفردة هي كده لازم تتكتب بالطريقة دي، فبنحطها بين قوسين علشان نقول ان هي دي عامية يعني. لكن هي اللغة العربية نفسها جميلة جدا. وتقدر تستوعب كل اللي احنا عايزين نقوله. بس الفكره انت فكر ومفهومه لكل يعني بالظبط. يعني هو احنا مش لازم المختلفة مش لازم نتقعر ونجيب الفاظ غريبه. احنا خلي لغتنا بسيطه وهاديه لكن تبقى لغه صحيحه. لغه عربيه في كلمات عاميه كثيره جدا لكن هي اصلها فصحى. يعني مش عاميه مبتذله. يعني الصوره كانت ازاي في الكتابه عنها؟ هي اصل القصه القصيره عباره عن لقطه، عباره عن صوره بالظبط. فيعني احنا بنحاول ايه نشرح اللي موجود في البرواز بس، لكن ما بنطلعش خارج الإطار ده. لكن ده ما ينكرش ان في بعض القصص يعني اللي انا كتبتها مثلا في شجرة الرمان اللي اتعملت في عمان، في بعض القصص كبيرة شوية وطويلة شوية وخرجت عن نطاق القصة القصيرة بمعناها اللي هو اللي فيه التكثيف الشديد، لكن كانت كل جزئية فيها لها علاقة بالقصة. يعني في مثلا تلاقي القصة في جزئية لما تقراها تحس ان دي يعني ايه علاقتها بالقصه، لكن لما تنتهي القصه في النهايه تعرف ان الجزئيه دي احنا عايزين نقول كلمه سمعناها في الاخر. طب يعني لماذا اختيار هذا العنوان يعني شجره الرمان؟ شجره الرمان لانه هناك في عمان الشجره دي منتشره جدا وجميله جدا وليها ازهار وليها ورود حلوه يعني. وكانت البطله بتاعه القصه هي عباره عن فتاه تزوجت وهي اجمل فتاه في القريه والكل كان بيتمناها، حتى لما اتزوجها اللي هو البطل كانت حياتها مرتبطة بشجرة رمان، والشجرة الرمان اللي هي زرعتها بإيدها أزهرت وأينعت قبل الشجر، فالناس توقعوا إن خلاص هتجيب رمان جميل جدا يعني. لكن للأسف عدت 3 سنين و4 سنين والشجرة ما جابتش رمان، وهي البنت ما حملتش، حتى إن بعض الرجال قالوا إن هي حورية من الجنة، فهل تحمل الحوريات يعني؟ متوقع إن هي ما لا تحمل، إن هي دي مش من البنات البشر يعني. وتستمر حياتها مرتبطه بشجره الرمان لحد ما شجره الرمان تطلع زهره صغيره تتحول لرمانه صغيره، وفي نهايه القصه هي ربنا بيكرمها وبتحمل طفله صغيره يعني بعد سنوات ومعاناه طويله يعني من القصه دي. هل بتتردد على وفي حاجه بس، هو شجره الرمان في الجبل الاخضر في سلطنه عمان من الاشجار يعني شبه مقدسه. لانها جميله جدا، لها رائحه حلوه وبتدي بهجه. طيب. وهي الفتاة كان عند يعني بتعطي بهجة لكل من. هل تم مناقشة أو هذه المجموعة شجرة الرمان في إحدى المنتديات الثقافية والنوادي؟ طبعا حضرتك هنا إحنا عندنا أولا لا هو في سلطنة عمان، أنا رحت أنا عضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، عضو منتسب بصفتي إن أنا كاتب وأديب لكن مقيم في سلطنة عمان، وحضرتك عارف إن العضو المنتسب هو مجرد عضوية لكن ملوش الحق في المشاركة في الانتخابات والأشياء دي. نعم. وكنت بروح النادي الثقافي وبلقي قصص هناك، ونشرت في مجلة جريدة عمان مرايا، وفي بعض المنتديات الثقافية عملت معايا لقاء هناك عن شجرة الرمان بالذات، وكان يعني عاملين برومة حلوة قوي كده وبيجيبوا اللغة. تم مناقشتها هناك. لكن المناقشة الفعلية اللي الواحد يتعلم فيها كويس جدا كانت في سوهاج.
في سوهاج. يعني سوهاج اولا اتحاد الكتاب في سوهاج احنا ناقشنا هناك 3 مجموعات وكان يعني في احتفاء جميل جدا منهم، والاخوه الادباء بتوع سوهاج وفي ناس جات من اسيوط وفي بعض الاخوه الاصدقاء من جنا يعني، وكان في مناقشه جميله تعلمنا من بعض. مع حضرتك طبعا من كبار كتاب القصة الأستاذ محمد عبد المطلب. محمد عبد المطلب يعني لسه عايز أقول لك حضر هذه المناقشة. هو يعني بالمصادفة إن شاء الله بكرة إحنا عندنا برضو احتفالية في الأستاذ محمد عبد المطلب، بس هي معمولة تحت اسم ورشة القصة بتاعة الأستاذ محمد. الجميل في الأستاذ محمد عبد المطلب لازم ياخد حقه طبعاً، يعني الجميل طبعاً في هو رائد القصة القصيرة بسوهاج، هو راجل وهب نفسه للقصة. فبمجرد ما حضرتك أنا تعرفت عليه من فترة قريبة، لأن أنا كانت مشكلتي في السفر، كنت دايما بكتب وبنشر على صفحتي وتواصلي مع الناس عن طريق الموضوع ده، لحد ما جيت خلاص عايز أتعرف على الأوساط الثقافية في سوهاج. فهو بمجرد ما يعرف أنه مثلا حضرتك بتكتب كويس هو خلاص بيتبناك، بيعمل لك مناقشات وبيعمل لك منتديات بكل محبة ويرشدك يعني بلاش دي زود دي. اتعلمنا منه لدرجة أنا عملت إعادة صياغة للثلاث مجموعات قصصية الأولانين اللي احنا كنت فخور بيهم، طبيعتهم كويسة وفاخرة جدا، لكن كان احتكاكي بالأوساط الثقافية عن طريق النت. النت فقط. والنت فيه مجاملة شوية. جميل وحلو يا دكتور وانت بتكتب كويس، لكن لما جلسنا مع المثقفين والأدباء في المنتديات تفصيلات بقى ومناقشة انت بتسمع هم بيناقشوا قصة أحد الزملاء. فبتشوف التعليق، هو لو قال هنا الكلمة دي لفظ بمكان لفظ كانت الدنيا اتغيرت خالص في القصة. فأنا عملت الثلاث مجموعات، جلست عليهم 2 سنين في عمان وأخدتهم قصة قصة وأخدتهم بالتفصيل وابتديت أعمل التكات دي بحيث بس أنه المتن بتاع القصة ما يتغيرش، لكن تلاشينا الأخطاء اللغوية اللي كانت موجودة في بعض الجمل، الواحد كان كاتبها يعني يعني بعفوية شوية فابتدى يختصر فيه عشان من نوع التركيز، وعط بعتهم في كتاب واحد. جميل. المجموعات كلهم الثلاثة علشان يكونوا أسهل للتداول يعني. طيب انت قلت لي الاسم الغريب بقى أنف وثلاثة عجلات. أنف كبير كمان مش أنف بس. يعني هذه المجموعة برضو نريد أن نتحدث عنها. المجموعة دي حضرتك أظن 20 قصة تقريبا مش متذكر، هي كلها عن التوك توك. ما هو الأنف يعني دلالة على أنه حاشر لمغزى مناخيره في كل حاجة. وثلاث عجلات اللي هم بتوع التوك توك الصغير ده. أخذت فترة أنا لما بنزل القاهرة أو بنزل البلد بستمتع بالتوك توك، بحب أركب يعني كل حاجتي عن طريقه، لأن بتسمع ثقافات وبتسمع ألفاظ وبتشوف حاجات جديدة أنت ما شفتهاش. فمن هنا كان كل مرة تطلع قصة. فجيت كده في فترة فإيه لقيتهم كمية حلوة كويسة يعني، فجمعتهم وهزبتهم كويس وكملنا عليهم، كتبنا بحيث خدنا يعني بعض التوجهات اللي كانت موجودة والتأثيرات السيئة للتوك توك والتأثيرات الكويسة. يعني أقول لحضرتك مثلا يعني الجانب السلبي والجانب يعني مثلا الجانب الإيجابي. أنا لي قصة منشورة في جريدة الأهرام، دي أول قصة في المجموعة اسمها سقوط. الجانب الكويس أنه الرب الأسرة تعرض لحادثة فاضطر أن يقعد في البيت، فأهل الحلال يعني جابوا له توك توك علشان يتحرك بيه، وهو طبعا برضو مش قادر، فكان بيشوفه هو دايما بيشوفوه هو لابس الجلابية الصعيد ولابس العمة وبيروح ويعمل كل حاجة. فواحد شافه بينزل من التوك توك بيمشي على رجليه، فراح قال للناس لا ده الرجل ده بيغشكم، ده هو المفروض أن رجله مكسورة يعني، وجاب الناس وده بياخد فلوسنا وياخد مش عارف ايه. وفي الآخر اكتشفوا لا، هي مراته، هي اللي بتلبس لبس الرجال وهي بتطلع وتشتغل عشان بس عشان ما يتهنش زوجها. فدي هي يعني زي دي الحاجات الجيده في المراه الصعيدية، هي اللي تحملت كل شيء وهي اللي بتشتغل، بس مش مبينه ان هي اللي بتشتغل، لا ده انا جوزي اللي بيشتغل وجوزي اللي بيصرف عليا وجوزي اللي رافع راسنا، بس الاساس هي اللي بتشتغل وهي اللي بتتعب وتعمل كل حاجه. ده كان سقوط اللي هي من ضمن المجموعه. دي من الحاجات الجيده يعني. من الحاجات السيئه انه مثلا يعني بنقول مرة السواق توك توك كان قاعد قدام محل وجي الراجل يا عمي امشي انا عايز افتح، اتخانق معاه فضرب التوك توك فاتكسر فانوس منه، قاعد يصرخ انا اعمل ايه انا اسرق انا مش عارف ايه. جاله بقى واحد عمل معاه فيديو، الفيديو نزل كسر الدنيا، جاء لعيب كورة اصلا مهمل محدش بيسمع عنه وقعدوا جنبه قال له انا اصلح لك التوك توك على حسابي وانت مش عارف ايه، اتعمل ترند والدنيا ولعت. وبعدها بيومين بقى بتاع التوك توك ده جابوه في استضافة في برنامج عشان يتكلم في شؤون مصر وشؤون العالم والحروب والدول والكلام ده، ما هو راجل يعني ليه سوق. وفي النهاية أصبح السواق بتاع التوك توك ليه نص ساعة في قناة فضائية عشان يتكلم في أحوال الدنيا ويقول لهم مثلا يعني إحنا عندنا أزمة في الدولار
نستغنى عن الدولار، نتعامل بالجنيه المصري. عندنا أزمة في الرغيف العيش، بلاش رغيف العيش، نزرع مكرونة وناكل مكرونة. فيعني ابتدى بقى يوضع حلول يعني. يوضع حلول، أصبح هو هذا الشخص العشوائي الذي لا ينتمي لأي ثقافة المنبت هو المتحكم في المشهد المصري. وللأسف إحنا عندنا فئة من الشعب، وخصوصا أرباب الفيسبوك والقنوات دي، إحنا بنحب الحاجات دي، بنحب الحاجات الغريبة. يعني حتى يعني قلت لفظ في الآخر ان هو يعني معتبرينه بيتكلم بصوتهم حتى لو كان صوت جاهل. ودي مصيبتنا يعني، احنا بنحب القصة اللي فيها همبكة وفيها صوت عالي، وما بندورش على الاصل والحقيقة، على الجوهر. طيب ارجع تاني بقى والحديث، وببارك لك مرة تانية على الهواء دكتور ايمن على جائزة احسان عبد القدوس في القصة، واتكلم بقى عن دهاليز وكواليس هذه الجائزة. والله هي جائزة إحسان عبد القدوس من الجوائز الكبيرة جدا في مصر، وليها قيمتها وليها وضعها، وارتباط الجائزة باسم كاتب كبير زي إحسان عبد القدوس بيعطيها فخامة، ويعني أنا فرحان بها جدا يعني. وحتى في بعض الزملاء بيقولوا لي أنت بتبالغ مبالغة شديدة في الفرحة، فأنا حتى كنت بقول لهم أنا زي الأطفال يعني، أصل إحنا أفرحنا قليلة يعني، فلما تيجي الفرحة أنا بفرح على قد ما اقدر، لاني مش عارف في فرحه تاني بعدها ولا لا يعني. لا ربنا يديم الله يبارك في حضرتك. فاحسان عبد القدوس من الجوائز اللي تعطيك تصنيف يعني، حتى في احد الزملاء يعني ضايقتهم الكلمه ديت. انا قلت لهم انا راجل عندي 4 مجموعات قصصيه، وعندي روايه، وعندي كتاب، وعندي مجموعه قصصيه كامله ما اتنشرتش، لكن معروف مع الاوساط اللي هي اللي حوالينا، اللي احنا في احتكاك بيننا ما من بعض، لكن الاوساط التانيه ما يعرفكش. لما تيجي جايزة زي مثلا خيري شلبي، إحسان عبد القدوس، جايزة نجيب محفوظ، زي كتارة، زي البكر، أي جايزة، هي بتبقى زي لمبة نورت يعني. يا جماعة انتبهوا، في واحد اسمه أيمن الداكر بيكتب قصة، مع أنه أيمن بيكتب من زمان، أو في ناس تانية بتكتب أحسن يعني. هو بيديك كتصنيف خلاص بقى يعني، طب ما احنا ما نشوف أيمن، نشوف بيكتب إيه، بيعمل إيه زي كده. لكن قبل كده بيبقى الموضوع صعب شوية، وخصوصا على حد مغترب زي حالاتي يعني. أنا لي 14 سنة برا يعني، تخيل حضرتك انا جاي 10 ايام بس، وجاي مخصوص علشان خاطر استلم الجائزه واعمل لقاء وافرح وسط ودباء سوهاج حبايبي وزمايلي يعني، واهلي وناسي، واتبسط بيهم واخدل 10 ايام واسافر يعني. فدايما المغترب احنا شايلين بلدنا جوا قلبنا يعني. احنا قلتها زمان، احنا بنعرف اخبار مصر قبل ما تحصل في مصر اصلا يعني. فلما تبقى حاجه جايه من مصر وتكريم بيبقى جميل جدا. استقبلت التكريم ده ازاي يا دكتور ايمن؟ يعني كنت متوقع؟ لا ما هو حلاوته برضه فرحته انه ما كانش فيه توقع. اولا انا بعت القصه قبل ما يتقفل الباب بحوالي 5-6 ايام، وقبلها بيومين اللي هي كانت امس؟ لا هي كانت التوت الاحمر. التوت الاحمر هي المسابقه حضرتك عشان نفهمها، مسابقه احسان عبد القدوس بتتعمل في القصه القصيره والروايه والنقد الادبي. كل سنه بتبقى النقد الادبي مع حاجه يعني، السنه دي كان النقد الادبي مع القصه القصيره، السنه اللي فاتت مع الروايه، فبالتبادل يعني. فانا كتبت القصه وجهزتها ورجعتها اكتر من مره، وعرضتها برضو على اصدقاء ودباء كويسين يعني، وبعتها قبل الميعاد ب5 ايام. وبعدين قبل ما يقفل الباب بيومين اكتشفت ان انا بعتها على ايميل غلط يعني، مبعوت لي فيلير، فقعدت يعني الغلط فين، فلقيت ان انا ناسي حرف برضو في الايميل، فبعتها تاني، واتفاجئت لما لقيت النتيجه ظهرت واسمي نازل. طبعا يعني فرح يعني، رحت اكلت مندي بريال. بتتكلم على ايه التوت الاحمر؟ التوت الاحمر هي قصه قصيره يعني، في حدود حوالي 700 كلمه. هي بتكلم عن الصعيد، عن يعني شبه النوستالجيا والارتياع للماضي. بتكلم عن فتره الدوده بتاعه القطن، لما كنا احنا واطفال صغيرين بنروح نجني اللطعه والدوده، والعلاقات اللي بتنشا ما بين الاطفال والعالم ده، وبعد كده بتنتهي في يعني تلميحات على بعض العادات الخاطئه اللي كانت موجوده، والحمد لله يعني شبه اندثرت في الصعيد، اللي هي زي الزواج المبكر للفتيات وزي الختان والاشياء ديت يعني. عنصر التكثيف بقى مهم جدا كان في القصه القصيره. اكيد يعني، هو انا بحب في الكتابه يعني. الاول انا ما كنتش بفوز بجوائز كتيره، ما انا فايز بجائزه امرجي، مجله امرجي الادبيه في العراق، وفايز بجائزه صلاح هلال في مصر هنا في القصه القصيره، وفايز برضو بجائزه في المغرب في القصه. السبب انا لما كنت بكتب الاول القصه يعني بسترسل شويه، انا يعني بحب القصه بتاعتي ان القارئ يتلقاها بمحبه اكتر، لكن التكثيف والايجاز مش بيكون متوفر قوي، لان انا مش كاتبها للمسابقه.
فالقصص بقى اللي انا ببعتها عشان خاطر تتنشر في مجلات مثلا زي سقوط، يعني دي كلها صفحة الموضوع ده كله، هي دي برضو التوت الاحمر صفحة ونص. فكان يعني انا ممكن اقعد مثلا قصادها يوم كامل علشان في 3 سطور عايز اكتبهم في سطر واحد الاختصار. ما هو انت نعم طبعا، لكن لما تكون للمتعة عيش. طيب يعني دايما كثير من الكتاب ممن يكتبون القصة دكتور أيمن بنجد، وفي طبعا ما بيبقاش بيبقى خلاص هو بيكتب القصة والقصة القصيرة إلى آخره، بيخوض تجربة أخرى أو بينتقل إلى كتابة الرواية. الرواية كثير وانت خدت التجربة دي بالضبط حضرتك. هل شعرت ان انت وجدت نفسك في كتابة الرواية، ولا كانت تجربة والعودة إلى ما يعشقه أيمن الذاكر وهو كتابة القصة؟ هو الرواية عالم تاني مختلف. نعم. يعني أنا الرواية اللي كتبتها بتديك مساحة طبعا، مساحة أكثر. وأنا بكتب فيها من 6 سنين يعني هو حتى يعني كان بعض الأصدقاء لما في بعض القصص عندي كانت طويلة، يعني بتدخل في حدود مثلا 6-7 صفحات، فكان مثلا الأستاذ محمود من الكتاب المحترمين في سوهاج بيقول لي يا دكتور أنت نفسك طويل في الكتابة، ما تكتب الرواية. هو أنا ما رضيش أقول لهم أنا فعلا شغال في رواية، شغال في رواية، بس كل ما أنتهي منها أجي أعيد قراءتها تاني أحس لا هي محتاجة كتير، لأني أنا من النوع اللي ما أعرفش أكتب عن حاجة موجهة. يعني مثلا ما اقعدش النهارده اقول ليه انا هكتب روايه عن حرب اكتوبر او هكتب روايه عن اسوان، بتبقى حاجه وليده يعني ما وصلتش للدرجه دي او مش حبيبها. يعني انا احب الحاجه بتبقى فيها معايشه اكتر، لقطه شفتها، صوره، كلمه سمعتها، وابدا اعمل العالم بتاعها حواليها. يعني فالروايه انا انتهيت منها الحمد لله، وحتى بعتها برضو في مسابقه وان شاء الله تفوز. الروايه دي حضرتك اسمها لا خليها مفاجأة. يعني أعطي حضرتك مثال بسيط على المعاناة بتاعتها. هي بدأت ب20,000 كلمة، لما بعتها للمسابقة وصلت 48,000 كلمة، يعني تقريبا رواية تاني فوق الرواية. الرواية يعني هي لمحة بسيطة عنها، هي اجتماعية، تكلم عن المجتمع المصري والعادات والتقاليد برضو، لأن ده المجتمع اللي أنا يعني معجون بيه، فأنا أقدر أتكلم عنه كويس. وإحنا ناخد النموذج من الأستاذ نجيب محفوظ طبعا. يعني هو وصل للعالمية مش عشان خاطر يتكلم عن أمريكا، ولا يتكلم عن الحارة في لبنان، ولا قصدي الضباب في لندن ولا باريس، ولا هو وصل للعالمية لأنه اتكلم عن الحارة المصرية. إحنا العالم عايز يشوفك أنت، مش عايز يشوف نفسه بصورتك أنت. فإحنا يعني كدورنا ككتاب إحنا عندنا يعني منابع كبيره جدا للكتابه، والصعيد بالذات. انت لو حضرتك رحت زرت جماعه صعايده كده في واجب او في جلسه، هتطلع ب3-4 روايات انت وقاعد وسطيهم. طيب عايز اقول انت اشرت نقطه مهمه جدا دكتور ايمن، بصفه حضرتك كطبيب وبتعمل خارج مصر وبتتعامل مع جنسيات مختلفه وثقافات مختلفه وعادات وتقاليد مختلفه، هل مهنه الطب افادت الدكتور ايمن الذاكر في كتاباته؟ بالتاكيد بالتاكيد. هو السؤال ده دايما بيتكرر يعني، لكن هو يعني انا حتى قلتها ان الطبيب هو حكيم. نعم. الطب والادب والكتابه الاثنين كان يطلق عليه حكيم. وكان يطلق عليه الحكيم، وحتى انا بقول يعني ايه اذا كان الطب يعالج الاسقام البدن، فالادب بيعالج اسقام الروح. نعم. الطبيب بيقترب من الناس في لحظات ما بيبقاش فيها غش ولا خداع. نعم. يعني بيجي له الشخص اللي هو مثلا عنده هيلمان وعنده قوه، وبيجي بيبقى ضعيف قدامك. انا ما اقصدش الضعف اللي هو انه محتاج ولا شيء، لا انا اقصد هو مش محتاج يكذب عليك. فبتشوف اللقطات ديت، بتشوف اللمحات اللي ما حدش يقدر يشوفها غيرك. في مواقف بنشوفها خصوصا لما بتكون شغال في الطوارئ. انا شغال في عمان كطبيب عام، فاخذت فتره طويله في قسم الطوارئ. يعني بتيجي حالات من بره، وبتيجي قصص، وبتيجي يعني افلام ومسلسلات انت بتشوفها قدامك حقيقه يعني. فبتمس فيك حاجه تبدا تطلع الكتابه اللي موجوده فيها يعني. طيب هل هناك بعد الفوز بهذه الجائزه، وهذه بقى يمكن احنا بنعتبرها انا دفعه للدكتور ايمن الذاكر انه يستمر ويجود اكثر واكثر في كتاباته، هل هناك حلم اكيد بيجري وراه باللهجه العاميه دكتور ايمن الذاكر؟ احلام مؤجله. احلام مؤجله. يعني انا ايه او بيمكث الان على مشروع معين بعد ان يكتب على قبر شاهد كانت له احلاما مؤجله. نعم. يعني هو دايما الحلم هو اللي بيعطيك الدفع للامام. نعم. يعني احنا دايما الحلم هو اللي بينور لك المستقبل، بيخليك تتحمل. يعني انا مش عايز اتكلم كتير عن نفسي، بس انا اقول لحضرتك انا كنت في القاهره من يومين، انا جاي 10 أيام، أولادي قعدت معهم يومين. كنت في القاهرة من يومين وجاي هنا أسوان،
فايه اللي بيخليك تجري وتتحمل التعب ده كله يعني، ان عندك حلم عايز عندك تحقق. حلم وعندك حاجه عايز توصلها، عندك كلمه، والحاجات دي يعني بعد ما بتخلص الكلام ده بتقعد طيب ايه الاحسن، انا عايز اعمل قصه افضل. الدليل على ذلك حضرتك الثلاث مجموعات اللي انا طبعتهم في الاول هم كويسين جدا يعني. كان من احد التعليقات واحده لا تعرفني كانت كاتبه ريفيو عن احد المجموعات القصصيه، فهي انتقدت الشكل بتاع الكتاب والاخراج بتاع الكتاب، ومن جوا قالت لما انا بدات اقرا لقيت فيها قصص جميله جدا وفيها رساله حلوه وفيها لمحه وفيها الاشياء ديت يعني. ففي جانب سيء انا اخذته اللي هو ان انا اهملت في الاول، هو مش اهمال، انا ما كانش عندي الخبره، وكان التعامل بتاعي عن طريق الواتس والنت يعني. جميع الكتب الثلاثه اللي طبعوا انا جيت اول مره اشوفهم يعني لما جيت استلمت النسخ في الاجازه يعني. فدي تعلمت منها، مش عيب ولا مش خطا ابدا ان احنا نحاول نصحح الاخطاء بتاعتنا ونحاول نقدم المنتج بتاعنا في صوره جميله للقارئ، ان احنا نحترم العقليه بتاعه القارئ وعلشان خاطر هو يستقبل الانتاج بتاعك يعني بصدر منشرح ويبدا يحكم عليك حكم يعني نقول عادل او في توازن، ما يبقاش في اشياء تانية اثرت على الحكم ده. هل عندما يكتب الدكتور ايمن الداكر بيبقى في ذهنه جمهور او متلقي معين اثناء الكتابه، ولا بيكتب لكل المستويات الثقافيه على حد واحد؟ لا، هي الحاجه الوحيده اللي حاول الواحد انه ياخد حذره فيها اكتر، ان انا ما اسيبش شيء يسيء لاولادي. ما يتقال يعني ما يتقالش ان ابوكم عمل كذا، بس هي دي الحاجه الوحيده فقط اللي انا بحاول احرص عليها. لكن هي الكتابه القصه زي ما تيجي زي ما تيجي. يعني انا كتبت في قلب صعيدي في قصص كانها قصص اطفال، وهي منشوره للكبار، لكن هي القصه انا عايز اوصل الهدف كده يعني. في حضرتك قصه اسمها الشيخ رمضان، كانت في حادثه حصلت عندنا في البلد، كان في احد الاخوه توفى في دوله في الخارج وهو كان وحيد ابوه، ولما جابوه في البلد كان تقريبا العيد بعد 3 ايام، وكان يعني حادث بشع جدا على القريه جدا. حضرتك في انت عارف من مميزات القريه الصعيديه ان احنا كلنا مرتبطين مع بعض يعني، حتى من ضمن الجمل اللي كنت بقولها يعني لما بيكون في فرح بيكون الفرح في كل بيت، البلد كلها بتفرح، ولما يكون في حزن يبقى الحزن في كل قلب، كل الناس بتحزن يعني. فانا خدت اللقطه ديت واتكلمت بقى عن عادات وتقاليد الاطفال في شهر رمضان. القصه من اولها لاخرها بتتكلم عن الاطفال بيعملوا ايه في شهر رمضان، الالعاب اللي قدام المسجد والجغوله واللعب السيجه والاستغمايه بيجروا ورا بعض، واللي بيجروا بالاطار بتاع العربيه، والبنات اللي الاولاد بتضربهم عشان يسيبوا المكان بتاعهم، واللي بيجمعوا لمخزن النوى بتاع البلح والحاجات دي، وده بيعتبروه الفلوس، والاوراق الايه كده ب5 جنيه والورق السيما ب10 جنيه، ودي العمله بتاعتهم. القصه كلها عن كده، وفي الاخر تاريخ للالعاب بالظبط كلها يمكن حوالي القصه في حدود 15 صفحه، منهم 10 12 صفحه عن الاطفال واللي بيعملوه. وفي الاخر بقى بيجي الشيخ رمضان بقى لما بيحصل الحادثه ديت، وهو بيجمع الاولاد حواليه وبيعرف ان ولد ابنه توفى، وبقيت المراسم الحزينه اللي بتحصل يعني. فقصه زي ديت اذا نظرنا اليها بالمنظور الادبي ان انا بكتب للكبار، دي قصه للاطفال المفروض ما تنشرهاش. لا، انا يعني انا بكتب الحاجه اللي انا بستمتع بيها. بتستمتع بيها؟ اذا انا ما استمتعتش بالقصه انا متاكد ان ما حدش هيستمتع بيها تاني. في جمله بسيطه او في كلمات بسيطه، ما هو حلم الدكتور ايمن الداكر؟ هي أحلام يعني. أحلام يعني الحلم إن أنا أسيب ذكرى حلوة في قلوب الناس، مش أكتر من كده يعني. الناس لما يذكر اسم أيمن الداكر يقولوا الله يرحمه كان إنسان محترم. ربنا يديك طول العمر، وأشكرك جدا يا دكتور. الله يبارك في حضرتك. ده كان حوارنا الجميل والحوار الثقافي الممتع النهاردة مع شخصية تستحق كل التقدير والاحترام. طبعا بأهني مرة تانية وبأهني جميع زملائه وأسرته بحصوله على جائزة إحسان عبد القدوس في القصة عن التوت الأحمر. طبعا تحدثنا عن عادات وتقاليد الصعيد وعن التراث والموروث الشعبي من خلال كتابات الدكتور أيمن الداكر، وتحدث عن التاريخ المصري القديم من خلال دفتر هوامش المحروسة وقلب صعيدي اللي تحدث فيه عن العادات والتقاليد الموجودة في الصعيد. أنا بشكره جدا أنه تحمل عناء السفر النهاردة
وجه عشان يشاركنا في حلقة برنامج شارع الجنوب. طبعا بشكركم أعزائي المشاهدين، وحتى ألتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ولقاء جديد. حتى ذلك الحين شكرا لكم وتصبحون على خير.